السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الاحوال طيبه؟ كل شيء بخير؟ كي دايرين مع زدنا رمضان، مع الشهوات، مع المهم الاشغال؟ الناس كت الله يحسن العوان، بنادم كيتعب شويه في هذا رمضان والصهير. المهم الله يكملوا ان شاء الله بخير وعلى خير، ويحيد علينا ربي هذاك الوباء ان شاء الله. المهم اليوم عندي لكم، درت واحد القريصات جيت نشاركهم معاكم، ديروهم ان شاء الله لديما ولهاد سيدنا رمضان، الواحد يتسحر بهم، الواحد ما كيبغيش ياكل شي حاجه كيجيو خفاف. هانتوما شوفوا كيجيو هشاش وزوينين، ومهم ما فيهم شي حاجه كثيره، يعني على بركه الله. عندي هنايا واحد كيلو لاروب ديال الطحين. المهم حتى بالنسبه للمقادير على حسب افراد العائله، عندي واحد معلقه كبيره ديال الزبده، وعندي خميره يعني واحد المعلقه كبيره ديال الخميره، وعندي شويه ديال بيضه، صفر بيضه ولا بيضه كامله، تقدر ديروا بيضه كامله حسن، كاس الحليب، شويه ديال السكر. المهم غادي نخلط داك الحليب، غادي ندفيه شويه، وغادي كاس الحليب ندفيه ونخلط به ديك الخميره ونخليها بحال هكا شويه، ندير عاد ندير البيضه ونضرب بهاد الضراب، نخلي الملحه هي الاخرى، ندير الخميره وندير كل شيء ان شاء الله، ونخلط هذيك الزبده حتى هي مع هذا، راه كنخلط المهم حيت هذا وكنخلط بيديا. المهم حتى الاخر عاد ندير هاد شويه الملحه، وما نكتروش الملحه بزاف، ومهم العجينه تكون خفيفه خفيفه، يعني بحال الطريقه ديال العجينه المسمن. غادي نزيد شويه ديال الطحين، تعرفوا الطحين بان كاين اللي تيشرب وكاين اللي ما تيشربش، واللي بغى يدير يضعف المقادير يضعفهم على حسب العائله اللي في، المهم افراد العائله. المهم كنبقى نخلط بحال هكا، راه هي ما فيها لا دليك لا حتى شي حاجه، داكشي غير سهله مهله. المهم ملي كنخليها انها ترتاح شويه، كنغطيها بواحد البلاستيك الغذائي وكنخليها ترتاح، وعاد غنقرصها بحال المسمن، غنديرها قريصات صغار بحال المسمن، كناخذ شويه الزيت وكنقرص، دائما الا كانت العجينه مرخوفه ومطلوقه كتجيك سهله في الخدمه، يعني ما كنتعبوش فيها، يعني دغيا دغيا طوع معانا في يدينا. كنحاول انني نبسطهم بحال هكا، وغادي ندهن سطح العمل وعلى بركه الله نبداو نخدمو. فقلت لكم راه العجينه مرخوفه بزاف، حيت لان حتى في الخليط كانت مرخوفه العجينه باش ما تتعبناش. المهم كنكون عندي شويه ديال الزبده، حتى هي الزبده كندور وتكون مذابه، كما قلت لكم انا ديما كنعتمد على ديك الزبده اللي كنحيد لها داك الحليب ديالها، كتولي نوازيت هي اللي كنخدم بها دابا كلشي المسمن واي حاجه. المهم كان عندي هذيك الاله اللي كتقطع، واللي ما عندوش يقدر يدير الموس، كاينه هذيك الاله اللي تتشرط لينا بحال هكا، نتوما راه كاينه كتباع في الاسواق. هيا شوفوا راه هذه كتقطع غير النص ديال العجينه، تخلي الاخر، حتى اللي بغى يعمرها بشي حاجه، مثلا بغى يدير في الداخل ديالها شوكولا ولا يدير فيها اللوز ولا يدير شي حاجه، يقدر يستعمل هذا يعني الحشوه. انا درتها غير عاديه، ومهم واحد حتى في الفطور يقدر يديرها قريصات مثلا، يفطر بهم في الصباح، يديهم قوتي، يدير بهم، يقدر يعمر بهم
لا دان ديرهم بحال الساندويشات، يكبرهم شويه راه تيجيو زوينين. الوليدات مثلا، الناس اللي خدامين. المهم بعد ما كملت العجينه في هذا، انتما كنحط كنقرص وكنحط. درت هذه شويه طويله، ما درتهاش دائره، بغيت باش نوريكم كيفاش. لا بغيتو ديروها ماشي غير تكون دائره، دير طولي بحال ديروها وصافي. ها هي، المهم كتلوي وتلوي وكتجي هذيك القطعات اللي كنقطع تيجيو عطاو منظر زوين في العجين، في هاد الكريسات هادو. تقدروا ديروا غير الموس كما قلت لكم، تشرطوا بالموس اللي ما عندوش هذيك الآلة ويقدر يدير غير الموس. هيا الكريسات ديالنا صبحوا جاهزين، غادي ندخلهم شويه يخمروا في الفران، من بعد حتى ندهنهم بصفارة البيض. وكما قلت لكم دائما تنقول لكم الفران بغيتو يسهل عليكم الخميره، دفيو الفران شويه ودخلوا ليه اي حاجه، يا كرواسه يا اي حاجه درتوها، خبز، يا كل شيء كتدخلوها غير تخمر. تقريبا تعطي واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق وكتخمر دغيا مع ديك السخونيه وهذا كتتخمر، وعاد تخرجوها باش ما تعطلوش. واللي بغى يخليها تخمر على خاطره يخليها، ماشي مشكل، لان هي ديجا هي راه باينه خامره. ملي كتخمر عاد كندهنوها بالبيض، ما كنديروش البيض في الاول حتى كتخمر، وعاد كندهنوها بالصفار البيض وندردروها بواحد شويه ديال الجنجلان. واللي ما بغاش يديروا الحبه السوداء، كاين عاود الجنجلان كيتباع حتى هو، كاين جنجلان كحل بحال هذا كيتباع، جنجلان في الكحل راه كاين كيبيعو، كيتباع عند الشناوه. هكا يعني كذا نزوقوا بيه داكشي، يعطينا منظر في اي حاجه في القرص ولا في هذا. اللي ما بغاش يدير الجنجلان الاحمر، مهم بالنسبه للناس اللي كيدخلوا عندنا جداد يتابونا ويضربوا الجرس باش ديما يطلع لهم الجديد ويديروا جيم. وكنشكر الناس اللي كيكتبوا لي في التعليقات وهذا، كنقول لهم شكرا من هذا المنبر. والقناه ديما تنقول لكم القناه راها قناتكم ماشي قناتي، وانتم اللي بكم انتم ما كاين والو. تبارك الله عليكم والله يسر، والسلام عليكم. المهم نخليكم مع تتمة الفيديو الى الحلقه القادمه، خلال الفيديو الثاني ان شاء الله.